خرج عادي لأمريكا أي ورج... أي في الرجوع أي؟ هو وقتها فيه من 3 مناشير تفتيش. السيد كيف رجع بعد وقت يرجع بعد رجع بطريقة غير قانونية خلع التراب الجزائري. أخويا وصلنا نكلمه في بوه أي بوه قال أنا ما عندي حد دخل. مشينا لزوجته كيف كيف قلت أنا ما عندي حد دخل. هو هرب وحده قبل آه هو في عود يجيب لكم أنتم الفيزا لأمريكا جيبها الروح 30 مليون هذوما في كونت شكون تحطوا؟ الكونت يتحطوا باسمه هو أي؟ خاطر الديبلوكاج بيصير باسمه هو بعد داكور. الولدي معناها في تصير الانسكريبسيون بينه وبينه هو في اللاجونس هذه المذكوره أي؟ لكن هو الفلوس تتحط باسمه هو. احنا ما نعرفوش للسيد وقتها باش تحيل عينيه انا اعطيني ولدي وقتها يخرج كيما اصحابه الاخرين اللي خرجوا مين العباد الكل ده هذه يجي منه وهذه يجي منه كل واحد يجي من بلاصه. وقت عرفنا اللي السيد بس ملح وذيب ما لقيناش. وقتها فقنا اللي صار علينا عمل التحيل مشينا له قلنا له اعطينا فلوسنا وشوف لنا حل. هو باش نحل له اجونس اخرى مازال باش يتحايل باش نحل اجونس اخرى وباش نخلصك. احنا مشينا معاه هكاك باهي. كيف حل هو الاجونس الثانيه في اللاك موجوده تويكا قيمني فينا باش نعطيكم لحد الان ما فما حد شيء ما عطاناش فلوسنا. السيد هذا تحسب معلوماتي انا ومعلومات اللي صوروا معنا في الريبورتاج فما 28 واحد. احنا الوحيدين اللي حبينا نوصلوا صوتنا عن طريق القناه ونوصلوا صوتنا بما انه ما لقيناش حقنا في تونس. على الاقل 28 واحد على الاقل شكينا في قديش ضارب كل واحد على الاقل؟ انا معناها بيرسونال مول نعرفهم هما اقل واحد 24 مليون اقل واحد 24 مليون 28 هذوما تحيل عندنا قبل ما يخرج قبل ما يفك المعاش يخدم الخدمه هذه. وتوا عامل ناس اخرين يخدموا معاه في الاجونس هذه هو كريسبونسابل معناها جاي من متخبي من تالي وعنده شريكه يخدم معاه هو اللي يدير رجله في الاعمال نتاعو الكل. ولكن ديما بنفس الطريقه بنفس الشاشيت هذا على راس هذا تعطيني 40 مليون نكبر لك في المونتون في البنكه نطلعك ب 60 مليون بعد نعاود نرجع كان خرجت كان ما خرجتش هذه بين قوسين. لكن بعد انت شو يعمل هو؟ كيف يربط الناس ببعضهم؟ اول واحد يسمع به خرج هذايا تكبر الفالور نتاعو هو يولي معروف برشا بما انه السيد خرج من عنده. اجا خويا خرج كان زاد السيد خرج من عنده كيفاش تتهموا فيه معناه؟ هذيك هي الخدمة هذيك خدمته تحايل يلم فلوس من هذا ومن هذا ومن هذا ويعمل برشا من